جينك، لا تستعجل بقرارك بخصوص عضويتي بالمجلس. لهلأ اللي كلمتي عند كتير من الشركات المحترمة وتجاوزنا الأزمة من جديد. رح أعمل كل شي بيطلع بإيدي مشان تجديد الاتفاقيات. أنت عم تدور على طرق جديدة لحتى تخرب الشركة يا عزمي. مستحيل يخطر ببالي هيك شي. لو أنك استفدت من خبرتي ما كنا وصلنا لهون اليوم. يلا اعترف بهالشي، أنت غلطت، بس نحنا ما فينا نعتبر أنه انتهى كل شي. نحن غلطنا، أنا بعترف، بس نحن غلطنا من البداية يا عزمي. نحن ارتكبنا غلط كبير لما وثقنا فيك ودخلناك على هي الشركة، ومعك حق بالموضوع التاني، ما فينا نعتبر انتهى كل شيء. يعني ما أننا مضطرين نتحملك طول العمر، مشان هيك انتبه على تصرفاتك. ليش عم تعطوني هاي الغرفة؟ هاي أصغر وأقدم غرفة، يعني الغرفة اللي بآخر الممر. مو معقول، الله يسامحكم. هيك التعليمات ست سمرة. جينك حياتي الله يسامحك، عن جد انزعجت كتير، الله يسامحكم. هلأ بهالطريقة بتتشكروني؟ يعني انقذت هاي الشركة من أزمة، أنت مستوعب هالشي؟ شو في ست سمرة؟ أنا ما فهمت. عم بحكي على مكتبي، يعني كان فيكم تعطوني مكان شرح أكتر، رحتوا عطيتوني أبشع غرفة بآخر الممر. تمام، ورجي الست سمرة المكاتب الفاضية وخليها تختار اللي بيعجبها، وإذا كانت بحاجة لأي شيء خبروني. طيب يا أستاذ جينك، فيني جيب المخطط للست سمرة وتنقي اللي بيعجبها؟ إيه جيبي على غرفة عزمي هنيك، رح شوفه. شكرا جينك حياتي. وهذا عم يتصرف بلطف وذوق معي، شيء غريب كتير. ما ديري بالك ما رح يوثق فيكي، وانتي بتعرفي انه مو مبسوطين منك. صحيح جانسو، والله عيب عليكي، لهون وصلت الامور معي؟ انتي شو عم تقولي وليش عم تصرخي بالشركة؟ جانسو اهدي، اذا بدكم روحوا على غرفتي وحكي. انت لا تتدخل. جانسو لو سمحتي عيب عليكي، لا تخبصي، بحاجة تصرخي بنص الشركة. تعالي لجوا امشي. تركيني. تعالي لشوف. وقفي، انتي بدك تفضحيني؟ شو عم تعملي؟ ايه مزبوط، انتي متعودة على الفضايح بكل الأحوال. احكي معي بأدب. انا ما ضل في شي احكي معك اصلا. بلا، في كتير جانسو، في كتير لازم نحكي، ما بقى يمشي الحال هيك. هذا الاكتئاب اللي ما عم تطلعي منه صار عم يأذينا نحن التنتين. شو بدك تعملي؟ بدي اخدك وحطك بالمشفى لانك بلشتي تجني عن جد. ايه جنيت، انتي جننتيني، مانك شايفة؟ كل رفقاتي وكل يلي بحبهم عم يبعدوا عني ويتركوني بسببك. مو انا اللي اخذت رفقاتك منك، لا بالعكس، انا عم حاول اني رجع لك ياهم، مانك شايفه هالشي؟ شفت منيح شو عملتي، شفت يلي عملتي بمصاري العم كمان واللي عملتيه بمارتو، شفت كيف رحتي اشتريتي بيت وكيف فتحتي كافيه، شايفه كيف عم تتآمري مع عزمي وتتشاركي معه. انا شايفه كل شيء، لا تعكلي هم. انا كمان الي حياتي جانس. ايه مزبوط، انت كمان الك حياه بناتيه على الشغلات اللي بتسرقيها من غيرك، وما رح اتفاجئ اذا طلع الك علاقه بموت العم كمال، لانك مستعده ترتكبي جريمه مشان تحقق احلامك. بكفي بقى. تماديتي كتير، أنا ماني مجرمة. أنت صرتي مجرمة، قتلتي بنتك. عم تسمعيني شو عم أقول؟ أنا بكرهك أمي. بكفي جانسو، بكفي. شو عم يصير هون؟ صوتكم معبي الشركة. سمرة. جانسو انتي منيحة؟ جينك انا عن جد آسفة، بدي اعتذر منك بالنيابة عن امي. وانتي ليش عم تعتذري هلا؟ استغلت فترة ضعفكم وصارت شريكة معكم بالشركة، مع انها ما بتفهم اصلا بهذا الشغل. هي عم تعمل هيك مشان تخرب عليكم هي وعزمي ولا تقهركم. طبعا هي لسه ما قدرت تشفي غلة من عزراء. تمام، ما في مشكلة جانسو، نحن اصلا حنسترجع الاسهم كلياتها ورح نرجع مثل قبل، واذا حاسة انه امك مشكلة لا تخافي ابدا، هي ما ممكن تأذينا. وانا شو رح يصير فيني؟ صار اللي صار جينك، انا كيف بدي اطلع بوش اهلك؟ انا كيف بدي اطلع بوش الخالة سراب وبوش ستك؟ ايه بس انت ما لك علاقة باللي صار. بس انا زعلتك، كسرت لك قلبك كتير لأني كنت معصبة من عزراء، ما بعرف إذا رح تقدر تسامحني كمان. جانسو مثل ما بقلك دائما، يعني إذا أنت بترجعي جانسو القديمة ما بيكون في عنا مشكلة أبدا، وبتحلي مشاكلك مع عزراء بسهولة. بس هلأ مشاكلك مع أمك عم تكبر أكتر من أول، وأبوكي ظهر فجأة هلأ. إيه أصلا أنا عرفت من بابا هالشي، يعني أنا ما كان عندي علم بأنه أمي صارت شريكة معكم. جانسو يمكن الأحسن إلك تبعدي عن أمك هالفترة هاي،
لأنه رح تأذوا بعضكم إذا بقيتوا مع بعض. أنا أخذت قراري أصلاً. أنا ناديت لشينك، قلت بركي بيحاول يهدي جانسو. إيه منيح. عن جد جانسو جنت على الآخر، ما بعرف شو بدي أعمل معه. لا تضغطي كتير عليها، واضح أنه أبوها لعب بعقلها وطبيعي إنها تعيش هاي الخربطة. كلامك صحيح عزمي، بس أنا عن جد ما عاد أقدر سيطر عليها. بنوب بنتي صار بدها مستشفى. أحياناً عقلي بيقلي طلبي الإسعاف وخليهم ياخدوها بالليل ويحطوها بالمستشفى هنيك بيعالجوها لحتى ترجع طبيعية. أنا ما عم بقدر سيطر عليها وخايفة كتير إنه تضيع مني. اهدي يا سمرة، وإلا رح تجني أنت وبنتك. ها إيه رح أهدى، رح أهدى، أكيد رح أهدى، بس لإمتى؟ ممكن توصلني على الكافيه؟ طيب رح أوصلك لهنيك، أنت اشربي قهوة وهدي أعصابك وبنحكي بعدين، ماشي؟ شكراً كتير.